يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. السلام. نجيب افندي، يا نجيب. ايوه يا عم عفيف، في حاجه؟ ايه يا ابني، رايح فين الساعه دي؟ مش عارف. طب تعالى تعالى نقعد قدام الراجل. تعالى. مالك يا ابني، في ايه؟ خير؟ مالي على الله ونعم بالله. خلي توكالك على الله وهو مش هديمك ابدا ابدا. يا ترى راح فين استعيتي بالليل كده في الجو السم ده؟ بيتها سعاد مرات خالي. انت بتعملي ايه عندك؟ هو انت ازاي يا مرات خالي؟ هان عليكي سناجيب بيمشي في الجو ده. انت مش شايفه الجو بره برد ازاي؟ هو انت ازاي قاسيه عليه كده؟ انت هتعلميني الحنيه على اولادي يا مفعوصه انت. الله يسامحك يا مرات خالي، امي الله يرحمها لو كانت عايشه انا ما كنت سمعت الكلام ده، ولا كنت قعدت دقيقه واحده في البيت ده وشفت الظلم اللي بيشوفه سناجيب. انا ظالمه يا بنت السو؟ انا من النجمه هلم هدومي وارجع الملجأ تاني. مش هيقبلوك يا فلح عشان ثبت ان ليكي اهل وقرايب. هتبرع منهم حتى لو هترهبن وادخل الدير بسبب عمايلك دي. هو انت بتعملي كده ليه؟ اللي المفروض يشيل مسؤوليه البيت ده سي توفيق مش سناجيب. روحي اتخمد احسن لك. شفاعتك يا ام النور. مين هناك؟ هيكون مين يعني يا عم عفيفي؟ اقعد. معلش يا ابني، اصل حوادث العساكر الانجليز كترت اليومين دول بالليل، مع ان رئيس الحكومه بذات نفسه كلم المعتمد البريطاني وقال له لم عساكرك السكرانين دول وهو وعده. لكن تقول ايه؟ ضيف تقيل ومستعفي بقوته. يلا ربنا يحرقهم. نجيب افندي، يا ابني يا نجيب افندي، انت مش معايا ولا ايه؟ رحت فين؟ سامعك سامعك. في ايه يا ابني؟ في ايه؟ الدنيا قرص عليا قوي يا عم عفيف. يلعن ابوها لو قرص عليك، ولا يهمك. شوف يا ابني، الراجل الحق مهما الدنيا تعض فيه ما يقولش جاي. فضفض وجعتك، قولي احكيلي ايه الحكايه؟ لا حكايه ولا روايه. امي بدل ما كل الصدر الحنين وبلسم لجروحي كل مره بتحط لي على الجرح ملح. يا ساتر، عمري ما حسيت انها بتحبني يا عم عفيف. ما فيش يا ابني ام ما تحبش ابنها اللي تعبت وحملت فيه، هي بس هموم الحياه. مين هناك؟ انا سعاد يا سناجيب. سعاد تعالي. ايه اللي اخرجك من البيت السعادي؟ انا جبت لك البطانيه دي تتغطى بيها، ده انت بايت في الطل والطل بياكل الحديد، ما بالك البني ادمين. ربنا يخليكي، بس هي اننا ليه سابتك تخرجي دلوقتي؟ ما انا استنيت لما هي نامت وخرجت. ما يصحش كده يا سعاد، ما يصحش. افرضي حد من عساكر الانجليز ولاد الكلب دول قابلك وتتنازل عليكي. تعالى اوصلك البيت. تعالى. لا خليك، دول هما خطوتين. خد البطانيه. طب ما تاخديه معاكي يا بنتي بدل ما يبات في البرد ده. يا ريت. ايه رايك يا سناجيب اخدك معايا وادخلك بالراحه زي ما انا خرجت بالظبط؟ لا لا، انا مش راجع البيت، مش راجع لما اشوف شغلانه اجيب منها فلوس اديها لنينا. يلا بقى اوصلك. لا لو هتوصلني بقى تدخل معايا. هوصلك بس انا مش عارف، بس انت ليه عملت كده؟ علشان كان لازم اعمل كده. طب يلا يلا. طب هاتي البطانيه بقى لحد ما يرجع. طيب خد، بس دي لسناجيب مش ليك. مفهوم مفهوم يلا. يا بنتي
يا سلام، دفى الحنيه غلب نار الراكية دي وسلم علي.